طيب اخد رانيا. الو، اهلا يا رانيا، السلام ازيك؟ عليكم. عليكم السلام عليكم، السلام ازيك؟ ورحمة الله، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ممكن اسال فضيلة الشيخ في اتفضلي حاجة؟ هي اتفضلي. المشكلة تخص صاحبتي. هي المفروض مخطوبة، اتخطبت من شهرين، واهلها كانوا، هي والدها ووالدتها متوفين، ليها اخ واحد، فاهلها كانوا متقبلين الزوج عادي والعريس يعني، والدنيا تمام. بعد الخطوبة ومفروض بيتفقوا عشان خلاص بيجهزوا للفرح، هما كلهم رفضوا الدنيا، فرافضينه وليهم شروط تانية في الجوازة، شبكة بقى غير اللي اتفقوا عليها كبيرة جدا، ومؤخر ومهر، وفي تعفيف يعني في الطلبات. ده مين بقى اللي بيتفاوض؟ خالها، هي ليها 2 خلان، واحد ساب الموضوع خالص، وخالها التاني الصغير هو بقى اللي بقى بيتكلم، واخوها للاسف قال لها انت لو اتجوزتيه، وهم كلهم هي في توقيع يعني ليها ورث كمان وكده، بس اتفقوا عليها اللي هي لو كملت في الجوازه دي خلاص تتجوز لوحدها وياخدوا كمان ميراثها. فالفكره هي بتقول لهم هو في اعتراض معين على الشخص ولا لا، بس يعني هي مش لاقيه اي سبب للخلاف، وبتحاول مجاهدة اللي هي ترضي الأطراف وهم كلها، هياخدوا ميراثها تعمل ازاي؟ مش هو ميراثها في باسمها؟ توكيل بينها وبين أخوها، يعني توكيل مفتوح ما بينها وبين أخوها، في حاجات يعني في البنك، وفي كمان حاجات ثابتة أصول. وطبعا لما جت حصلت تلغي، راح قالوا لها مش هينفع، لازم هو الشخص الثاني كمان يجي معاكي عشان يبقى موجود الطرفين، وهو بتلغي التوكيل. فهي عندها مشكلة ليه، ولا مش عارفة سبب رفضهم ليه، وفي نفس الوقت هي مش عارفه تعمل ايه، وهي يعني هي حاسه لوحدها مش اي حد معاها. وهل هي لو هي كانت هتروح كمان الافتاء وتشوف يعني لو المشكله دي واجهتها، وهي خلاص هي 35 سنه، هل ينفع تمام. ان هي تكمل الموضوع لوحدها؟ طيب هي دي تمام. النقطه. طيب تمام، يعني ما شكرا فيش ليك. اعتراض على الراجل الزوج، وفي تعسف في الطلبات، وهي مش فاهمة السبب، تتعامل ازاي؟ هو الواضح ان اشم من كلام الاخت الفاضله نوع من انواع الطمع في بعض الامور، قد يكون لها ميراث او غيره، وهم مش عايزين يصرفوا عليها، او الجوازه بتاعتها هتتكلف الفلوس بتاعتها اللي موجوده عندهم او حاجه، وهم عايزين يستفيدوا من هذا المال، قد يكون هذا يعني، قد يكون الموضوع، وقد يكون استجد في الامر امر ان هم عرفوا حاجه عن الخطيب ان هو شخص مش كويس او ما شابه ذلك، او كلام من هذا القبيل. انما في كل الاحوال النقطه رقم واحد، لابد من فسخ التوكيل القائم بينها وبين اخوها. ده رقم واحد قبل ده اي حاجه. 35 سنه، انا كل ده متخيل انها صغيره، ما هي فيعني لما قالت بيعملها. كده انا ابتديت تتلمس الكلام ده. يبقى النقطه الاولى لازم نفسخ التوكيل، ما فيش حاجه اسمها لازم الشخص التاني يجي الا الكلام ده في التوكيل الخاص لما يبقى مكاتبين فيه، ما ينفعش يتلغي الا بوجود الطرفين. انما اذا كانت هي عامله توكيل له عام في ان هو توكيل يمكن للبنك كاتبين كده، وغيره، يمكن كاتبين لا ما بيتكتبش في التوكيل العام، يعني هي عامله كده توكيل عام بنكي وتصرفات في كل الامور، لا ما بيكتبش لازم بوجود الطرفين. طب هو انا اللي عامله له التوكيل، انا صاحبه الحق، فانا فالمفروض انا لما احب الغي الغي. حضرتك فاهمه الحته دي؟ لازم هي تكون فاهمه الحكايه دي، ربما يكون هم لهم يعني لازم مفهمينها كده، مفهمينها كده، لكن لا لازم تروح مكتب عقارات اخر، مكتب اسف توثيق اخر، وتروح تيجي تاخد وتاخد الصوره من التوكيل، وتقول ان انا لو عايز الغي التوكيل ده ايه الاجراءات المطلوبه، واعتقد ان هيكون له حل. ده شهر رقم واحد. العقاري ده يعني. رقم واحد. رقم اتنين، اذا هم اصروا على بعد ما عملت كده اصروا على تركه دون اسباب مقنعه، فيجوز له ان تتزوجه، لان هنا الولي في الحاله دي عنده علم بالزواجه، مش ما عندوش علم، وهو مد ايده ومشي في الموضوع وعامل حكايه. احنا بنتكلم امتى الولي، امتى نقول ما ينفعش الا بولي؟ لو الولي ما عندوش علم بالكليه، طيب يعني هل تاخد الريسك وتمشي في الموضوع لوحدها، وتبقى لوحدها كده من غير عيله ولا اهل، وتدخل مستضعفه على عيله لا جوزها؟ ما بأيدهاش في دي، بس عندي نقطه معلش. عامل السن هنا عامل لي طبعا دربكه، يعني انا مش يعني اتخاذ القرار فيها مش بالسهوله دي. يعني انا بقول ان ممكن يكون هي التاني المتزوج قد يكون داخل بمطمع، وتبين لدى الاسره ان هو طمعان في حاجه ما معينه، قد يكون ذلك الامر، وقد يكون متساوي معها في المستوى الاجتماعي المادي. وفي الحاله دي لو كان في استواء في الموضوع المادي، وان الموضوع ده كده، يبقى في الحاله دي تقدم على الزواج وتنهي هذه القصه. طيب هل تروح تستنجد بحد تاني من العيله انه برضو لازم يا جماعه تقفوا جنبي
يعني انا لوحدي، طب في واحد رافض وواحد قال لها هناخد ورثك، في حاجه اسمها كده هي المسألة دي. احنا ساعات فينا خصلة وحشة قوي، احنا ساعات بنحس ان اهالينا او اخواتنا او اولادنا احنا متملكينهم ملك زي العربية وزي الشقة وزي كذا. لا، احنا مش متملكين حد في حاجة. يعني انا لو عندي اخت مثلا وهتعمل حاجة مثلا، هتمشي رأيها في مسألة ما معينة في مشروع او في جواز او في حاجة، وانا متملك الميراث بتاعها، الميراث بتاعها ملوش علاقة بالموقف الشخصي اللي هي بتتخذه. هو ده موقف شخصي. احنا لازم نبقى فاهمين ان الناس بعد ما بتكبر خلاص بقى اصبحنا منفصلين. يعني الواحد خلاص بقى له شخصية وله كيان، مراته لها شخصية وكيان، ابنه له شخصية وكيان، اخته لها شخصية وكيان. يعني دي اصبحت كيانات مختلفة. ما احناش مش لسه في العصر اللي هو بتاع القديم ان هو كبير العيلة هو اللي هيمشي الكلام ده كله. فلا اعتقد يعني، فالموضوع محتاج رويه وتفكير منها. اذا كانت المساله هتخسر كتير قوي اهلها واموالها وحاجاتها وبتاع، اعتقد ان ممكن تضحي بالعريس، وده في الحاله دي اسمه تضحيه، مش اسمها هي سابته، لا هي اسمها ضحت بشيء من اجل شيء. انا اعتقد كده.